حرص الوفود المشاركة بالمؤتمر الدولي 30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على أن يكونوا بجولة سياحية لمشاهدة معالم مصر التاريخية والأثرية. حرص الوفود يا فندم أولا، ثانيا كيف تكون الصورة خارج مصر بعد مشاهدتكم للأماكن الأثرية التاريخية هنا في هذه الجولة؟ بالنسبة لنا نحن هنا اليوم يعني هذه الجولة جولة تأخذ أبعاد كثيرة أكثر من قضية سياحة، وكل الشكر لمعالي الوزير الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة على يعني فتح هذه الآفاق لنا. نحن اليوم نتعلم شيء جديد، يعني يكفي أن لما تأتي والأخت تتحدث أن هذا رابع مسجد في الإسلام، تشعر بشعور مختلف، تشعر بعراقة مصر، تشعر بأهمية أن يعرف المسلمين داخل مصر وخارج مصر الجذور العميقة لهذا الدين اللي ترسخ مرجعية الإسلام في هذا البلد، وتجعل أفئدة المسلمين في كل مكان تتطلع الحقيقة للريادة العلمية والريادة الشرعية لمصر وأهلها. فنحن يعني اليوم في شيء نتعلم ليس فقط معلومات، وإنما يعني نجد شعور غريب قد لا نجد في مكان آخر، لأن الأخت يعني لما استعرضت لنا تاريخ هذا المسجد نقلتنا في حقب تاريخية، لكن حقب ترسخ إيش؟ ترسخ أهمية مصر، مسؤولية مصر، دورها الاستراتيجي عربيا وإسلاميا ودوليا، وأيضا مرجعيتها للمسلمين. هذا إطار. الإطار الآخر أن نحن في منطقة مجمع الأديان، نحن نعيش في القرن 21، قرن التعايش، قرن العولمة، قرن التسامح، وهذا المجمع الحقيقة يرسخ شيء، يرسخ ما يعرض معالي الوزير من ناحية قضية وثيقة المواطنة، أننا في النهاية نحن مرجعيتنا إنسانية، نعتز بإسلامنا، لكن هذا إسلامنا هو الذي فتح القلوب والعقول لهذا الدين، وجعلنا في النهاية نعلي من القيم الإنسانية التي في النهاية تخدم أوطاننا وترفع من قيمنا الإنسانية على مستوى العالم.